أزمات متلاحقة تعرض لها الإسماعيلي طوال السنوات الماضية أجبرت الفريق على التوقف عن عزف السمسمية التي طالما أطربت جماهير الكرة المصرية. 11 جولة في الدوري المصري وثلاثة مدربين، وما زال الفريق يفشل في تحقيق فوزه الأول في الدوري، ليبدأ الجميع في الحديث عن إمكانية هبوط الدراويش إلى القسم الثاني، وذلك في مشهد لم تعرفه الكرة المصرية سوى مرة واحدة في موسم 1957 و1958. الإسماعيلي القطب الثالث في الكرة المصرية، والذي أخرج العديد من النجوم الذين تلألأوا في سماء الملاعب على مدار التاريخ، وكان دوماً نداً للقطبين الأهلي والزمالك، أصبح الآن عاجزاً عن تحقيق الفوز في الدوري. عن أسباب فشل الدراويش في الفترة الأخيرة وسر ظهور الفريق بمستوى مغاير عما اعتادته الجماهير، وما الذي يحتاجه الإسماعيلي للعودة إلى إنجازاته مرة أخرى. يحل أحمد فكري الصغير نجم الدراويش السابق ضيفاً على كريم رمزي في رقم 10، فتابعونا. عارفين كرة الإسماعيلي الجميلة؟ عارفين الكرة بتاعت الإسماعيلي الجميلة بتاعت زمان؟ الكرة الجميلة بتاعت الإسماعيلي بتاعت زمان اللي هي مش موجودة دلوقتي، للأسف مش موجودة دلوقتي. كان واحد من أبطال الكرة الجميلة دي في التسعينات كابتن الكبير كابتن أحمد فكري الصغير، ضيفي في هذه الفقرة. يا كابتن أحمد مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. ربنا يخليك يا أستاذ كريم، وأنا سعيد جدا بلقاء حضرتك ودايما منور كده. شرف ليا، شرف ليا، شرف ليا يا أستاذ كريم والله. عارف انت الاسماعيلي دلوقتي ما بقاش فيه مقدمات، يعني عاده كده المذيع ياخد مقدمات كده لحد ما نوصل للحاجه الثقيله. الاسماعيلي حاله صعب، حاله بقى لا يحتمل بالنسبه لجماهير الاسماعيلي وبالنسبه للي بيحبوا الاسماعيلي في مصر كلها. طبعا الاسماعيلي يعتبر في كابوس، يعني جماهير النادي الاسماعيلي او جماهير مصر العامه كلهم في كابوس. اللي بيحصل في النادي الاسماعيلي دوت بالامانه عمرنا ما شفناه في السنين اللي فاتت خالص. يعني احنا بقالنا 4 سنين 5 سنين النادي الاسماعيلي ماشي بوحش، بس مش بالسوء اللي احنا فيه ده. طبعا المسؤول الاول والاخير مجلس الاداره الحالي والمجلس الاداره السابق. بالامانه اللجنه الفنيه السابقه واللجنه الفنيه الحاليه، لجنه التعاقدات السابقه ولجنه التعاقدات الحاليه، كل دولت مسؤولين. أيوة، وانهيار في النادي الاسماعيلي. عملوا ايه؟ يعني اللي انت شايفه كان اتعمل غلط تمام وكان المفروض يبقى الصح كذا. اختيار اللعيبه طبعا. تفريغ اللعيبه اللي في النادي الاسماعيلي، اي لعيب يظهر. يعني انت من كام سنه كان عندك تيم اساسي للنادي الاسماعيلي يقدر حتى لو انت مش في المراكز الاولى، لكن ما كنتش بالسوق دوت يعني. طيب هستأذنك نكمل معاك، بس معايا على الهاتف شخص عزيز نحترمه جميعا، الكابتن الكبير كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير كابتن فكري، ومنورين الاستوديو. انا طلبت وانا عارف ان انا بكلمك في وقت متاخر، بس كان من الضروري اسمع رد حضرتك بما ان في كلام اتقال في حضرتك من الكابتن منى عطا الله الحكم الدولي، وقالت انها مظلومه منك، وقالت انه في بعض المجاملات بيحصل للتحكيم النسائي، وقالت ان هي مش بتاخد الفرصه في المناسبات الدوليه. فدي كل الامور اللي اتقالت من شويه، وكان من حق حضرتك انك ترد على هذه الامور. اولا انا مش هرد لسبب بسيط، لان انا رئيس لجنه الحكام. واولا هي ان هي تظهر في برنامج بدون اذن اللجنه، وده الشيء الغلط. واحنا بنحترم اللوائح ونحترم القوانين. وعاوز اقول حاجه يا كريم. اتفضل يا فندم. ان دايما في اجيال بتكلم اجيال. تمام. في حكام وقفنا معاهم كتير جدا. كتير جدا، هي وغيرها، وللاسف هم ناس كتير جدا بينكروا ده. بالعكس احنا بنقف مع كل الناس، لان اي حد بيشرف مصر يا كريم لازم نقف معاه. صح. اي حد بيمثل مصر لازم نقف معاه. الناس بتنسى، مش هنرجع ابدا يا كريم زي العصور المظلمه، مش هنرجع ننهش في لحم بعض تاني. هيبقى في نظام قاسي جدا، واللي مش هيحترم التحكيم هيبقى خارج التحكيم. انا بتكلم بشكل عام والله، مش ما بقصدش حد معين. لازم اسس التحكيم دي يبقى في ضبط وربط شويه يا كريم. احنا شايفين في ناس الحقيقه يعني
مش عارف يعني ما بحبش اغلط في حد ولا بحب اسيء لاحد، ولكن في ناس بتسيء جدا لاسس التحكيم بشكل غير عادي. بتلاقي في على الفيسبوك وفي وفي كل وسائل الميديا، يعني عاوزين احنا دلوقتي داخلين على 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 فتره يا كريم ان شاء الله تكون حاجه كويسه قوي، نعمل تطوير حقيقي للتحكيم المصري. انا من خلالك بقول لكل الناس، بمد لهم ايدي، تعالوا من اللي خارج اللجنه واللي داخل اللجنه للتحكيم، محتاج لكل الناس ان هي تطوروا. عاملين خطه طموحه جدا ان شاء الله، محتاجه ناس كتير جدا، مش اعضاء لجنه الحكام فقط او اللجان الفرعيه. عاوزين ننسى بقى الحاجات الوحشه اللي بتسيء لاسس التحكيم. طيور الظلام دول لازم يبعدوا بقى، ولازم وهيبعدوا بالقوانين وباللوائح يا كريم. انما الحقيقه مش لاقي حاجه اقولها يعني، عارف. بس حضرتك كابتن عصام قلت لي دلوقتي جمله مهمه جدا، انت قلت اجيال بتسلم اجيال. طيب بالضبط. انا انت حضرتك وانت بتلعب كنت كل ما بتزيد سنه، كل ما بتتقدم سنه خبراتك بتزيد، امكانياتك بتزيد، يعني اسمك كمان بيزيد، والبطولات اللي بتشارك فيها بتبقى افضل كمان من البطولات اللي قبل كده. فطبعا انت اكيد بتبقى محتاج الخبرات. اوكي اقول لك انت حاجه، اقول لك حاجه اتفضل. حتى ناس كتيره ما عرفهاش، انا بطلت تحكيم 43 سنه وكان قدامي سنتين. ليه؟ لان خلاص في وقت لازم تختاره عشان تقدر تبطل فيه. ورغم ان انا كنت ممكن اقعد السنتين دول واخد بطولات لكن خلاص لازم ندي الفرصه لناس ثانيه، ندي للشباب فرصه. الشباب ده هيطلع امتى؟ لما انت تاخد كل شيء ونقف معاك عشان تاخد كل شيء، عاوز ايه ثاني؟ ايه ثاني؟ ادي فرصه للاخرين يا كريم، ندي فرصه الناس اللي عاوزه تمد بعد السن. عشان ايه؟ وفي ناس وقفنا معاها يا كريم دي. يا اخي من لا يشكر الناس لا يشكر الله. اقسم لك بالله في ناس وقفنا معاها وهي انصاف حكام. اقسم لك يا راجل، ده انا الدوري كان هيتلغي في سنه وناس وقفت معاها، وقفت معاها وهي اللي بتهاجمني، ومحدش في مصر وقف معاها غير عصام عبد الفتاح، لاني كنت رئيس اللجنه ولازم ادافع عن حكام. للاسف الناس بتنسى كل شيء. احنا مش عاوزين نبقى زي الجوارح، يعني ده اللي هو حرب الدعسوري يا كريم قال مقوله صعبه قوي على التحكيم. قال ان الحكام زي الجوارح بنشرح ببعض. مش عاوزين ده، عاوزين بقى نبص لتطوير التحكيم، نحترم بعض. يبقى انما الناس دي لازم تبعد، الناس دي لا تستحق ان هي في يوم من الايام ارتدت لبس التحكيم. الناس اللي بتنهش في لبس التحكيم ده، صدقني الامور هتستقيم بشكل كبير. اي حد هيهين التحكيم بره التحكيم باللوائح والقوانين. مش 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 باكراه او بظلم او بنقول اي كلام وخلاص يا كريم. القصه صعبه قوي يا كريم. عاوزين نطور بقى التحكيم، عاوزين نبقى اسره واحده واسره متحبه واسره كده متحده عشان الناس حتى تحترمنا. صدقني والله، والله انا بكلمك من قلبي يعني. طيب انا بمناسبه الكلام من القلب، عشان انا اللي قلت الكلام ده وكان الكابتن منى معايا، كنت بسال هو ليه العنصر النسائي مش موجود بحجم كبير جدا في المباريات في الكره المصريه يا كابتن عصام؟ يعني حضرتك انا شفت معاك انت، وانا شكرتك قبل كده على هذا الامر على الهوا هنا، لما قلت لك انه كويس قوي ان احنا دخلنا العنصر النسائي وياخدوا مباريات مهمه في الكره المصريه سواء في كاس الرابطه او في كاس مصر، ليه مش موجودين بعدد اكبر في مباريات الدوري؟ ليه مش موجودين في روتيشن وحضرتك بتطلع كمان شباب صغير او شباب ما عندوش خبرات كبيره في الدوري وبيلعبوا وبيأدوا؟ ليه ما بيبقاش في عنصر نسائي بشكل اوسع؟ ليه يا كريم؟ سؤال ممتاز. لان كان الاهتمام بالعنصر النسائي ما كانش كويس. ما كانش الاهتمام قوي. بكلمك بكل امان النقطه. الاختيارات كمان العنصر النسائي كانت خطا 100%. بمعنى يعني كانوا بيدخلوهم التحكيم وممكن تبقى حكمه دخل التحكيم تبقى دولي مره واحده. يعني ما كانش ليهم نظام ان هم يتدرجوا في الدرجات. يعني احنا عندنا بيخش تحت الاختبار ثم درجه ثالثه ثم درجه ثانيه ثم درجه اولى، هنا بياخدوا خبرات. يعني انت لما تيجي تشوف ان الاهتمام كان قليل، تشوف حتى مستوى اللياقه البدنيه كان عندنا سيء جدا. كان معظم الحكام معظمهم بنسبه كبيره بيسقطوا في هذا الاختبار. الان الامور اتحسنت كتير يا كريم. الان في حكام عندنا حكموا في كاس الرابطه. يعني حضرتك دلوقتي بتقول لي ان العنصر النسائي في التحكيم لسه ما وصلش للمرحله انه يحكم بشكل كبير جدا في الدوري الممتاز؟
مش العدد الكبير يا كريم، عدد قليل، احنا عاوزين اللي انت بتقول عليه يبقى عندنا عدد كبير. طب العدد القليل، العدد القليل ده فين يا كابتن عصام من الدوري؟ ما احنا ادينا لهم في كاس الرابطه يا كريم. هنبدا نديهم ماتشات صعبه في الممتاز به، وبعد كده نديهم في الدوري الممتاز. لازم تتدرج. انا مثلا ماسك التحكيم من 4 شهور. تمام، صحيح. فلازم نطور، لازم نقف معاهم ونطور من ادائهم عشان لما تيجي تشوفهم تشوفهم بالشكل الصحيح. طيب ليه ما فيش حكام مصريات رشحوا لكاس العالم بطولات أفريقية زي ما بنشوف في المغرب وتونس وخلافه؟ بالعكس، مين قال كده؟ هي كابتن منى قالت. قالت ايه؟ انا بسألك انا السؤال ده بعيد عنها عشان انت مش حابب ترد عليها، فانا بسألك انا السؤال. طبعا ده طبعا طبعا. ليه احنا عندنا حتى مساعدة مرشحة كاس العالم، وعندنا شاهندة ان شاء الله هتكون مرشحة كاس الأمم الأفريقية وبتحكم في كل البطولات الأفريقية، مين قال ان احنا ما عندناش؟ ده انا بقول لك على مسؤوليتي الشخصيه. وشاهندة وزميلاتها حتى منى. طيب بتحكم ماتشات افريقيه. بمناسبه منى، كابتن منى، طيب انا عارف مش عايز اتقل عليك في الموضوع ده، بس هي لما قعدت تقول السي في بتاعها والخبرات الكبيره اللي عندها، انا ما اكدبش عليك وانا قاعد معاها تعاطفت مع فكره الخبرات الكبيره، وسالتها سؤال واضح، هو انت سالتي الكابتن عصام عبد الفتاح واداكي سبب ان انت مش موجوده؟ قالت لي لا ما ادانيش سبب. فطبيعي انا قلت لها انا لو مديرك او انا رئيسك في العمل حتى لو شايفك مش مؤهله هقول لك السبب ايه هو. هل حضرتك قلت لها سبب؟ اكيد يا كريم. 100%. اولا كان في ترشيحات معينه هي كانت مش موافقه في اختبار لياقه بدنيه، وانا كنت شارك لجنه حكام كمان. انا كنت خارج لجنه حكام. فكنا لازم نرشح حد. فتم ترشيح حد تاني، لان التحكيم مش هيقف على حد يا كريم. لو وقف على جمال الغندور ومصطفى كامل محمود ولا اي حد، ما بيقفش على حد. لان دي اجيال، ولازم تيجي اجيال تانيه. ولازم نساعد الناس الصغيره مش نموتها يا كريم. صحيح. لازم الكبير يا كريم باخلاقه، الكبير هو اللي يساعد الصغير. هو ده. امال احنا بنقول ده رمز وده مثلا، يعني طب ازاي؟ ازاي احنا بنقول ان الناس، في بعض الناس في التحكيم دي رموز، الناس دي يعني بتجتهد بتحاول تنقل خبراتها للاخرين. نفس القصه بالنسبه للحكام الكبار. المفروض ده دورهم انهم يعملوا كده. حضرتك قلت لي هتدرج الحكام من العنصر النسائي في الدوري الممتاز بيه، وبعد كده لحد ما يوصلوا للدوري الممتاز. هل تتوقع ان احنا الموسم ده في الدوري الممتاز ممكن نشوف حكام من العنصر النسائي؟ ان شاء الله. ولا ممكن ده يبقى الموسم اللي جاي؟ لا الموسم ده ان شاء الله. الموسم ده. كابتن الكبير كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام للاتحاد المصري لكره القدم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وده كان حق الرد للكابتن عصام عبد الفتاح بعد كلام الكابتن منى عطله رئيس الحكمه الدوليه المصريه اللي كانت عندها كثير من التحفظات في التعامل معها من جانب رئيس لجنه الحكام باتحاد الكره المصري الكابتن عصام عبد الفتاح. نرجع تاني للاسماعيليه كابتن احمد، ده كان كلام مهم كان معايا، وانت اكيد سمعت الحوار مع الكابتن منى. لا طبعا. كان ضروري جدا ناخد مداخله الكابتن عصام، وبشكره ان هو دخل معانا ورد كلام. الاسماعيلي تاني، انت قلت لي انه اللجان الفنيه، مجالس الادارات، بتتكلم عن المجلس الحالي والمجلس السابق ولجنه التعاقدات، ولجنه التعاقدات كلهم مسؤولين عن حل الاسماعيلي ده طبعا. وكنت لسه هتقول لي ايه السبب. السبب طبعا احنا كان عندنا قوام اساسي بقاله 4 سنين، اي لعيب بيطلع يا استاذ كريم، اي لعيب بيطلع وبيظهر بيقدر النادي الاسماعيلي يبيعه. يعني احنا فرطنا في ال4 سنين اللي فاتوا، بالسنه دي حتى بالسنه دي في لعيبه كبيره جدا، يعني لعيبه كويسه، يعني لعيبه تسند الفريق. لكن انت دلوقتي ما عندكش حتى لعيب اتنين في الفرقه. لو عندك لعيبه كويسه ما كناش بقينا في المركز الاخير. ده النادي الاسماعيلي يا جماعه دلوقتي في كابوس. النادي الاسماعيلي عنده 4 بونت في 11 ماتش ومغلوب 7 وجايب 5 تجوان، والفريق الوحيد اللي ما كسبش. يعني النتائج معانا ايه على الشاشه؟ والنتائج طبعا 4 من الاهلي، وبعد كده خساره من السيراميكا 2-1، وبعد كده خساره من البنك الاهلي 2-0، تعادل او خساره اخرى من الزمالك 2-0. نتائج غريبه جدا. المقاولون العرب تعادل معاه 1-1 مع الاسماعيلي، من الاسماعيلي 0-0 مع غزل المحله، وخسر من سموحه 1-2، وتعادل مع فيوتشر 0-0، لحد ما وصلنا لمباراه بيراميدز اللي خسرها 1-0، ثم مباراه الجونه اللي خسرها 1-0، واخيرا التعادل مع
مع مصر المقاصه 2-2 نتائج لا تصدق للاسماعيلي. طبعا طبعا من سنه 90 لسنه 2000 النادي الاسماعيلي كان في الاول والثاني والثالث، ما بقاش في مركز رابع حتى من سنه 90 ل 2000 وبعد 2000 كمان. النادي الاسماعيلي من مركز اول لمركز ثالث، ما كانش الرابع كمان. والتاريخ بيقول كده اهو. لكن النادي الاهلي يسارع الهبوط الان حاله طبعا ما يسرش طبعا. انا بقول الكلمه دي وانا متضايق الان يسارع الهبوط وانا مش مصدق الامانه يعني احنا مش مصدقين ولا جماهير النادي الاسماعيلي مصدقه ولا حد دريان بحاجه يعني ولا حد ولا مجالس ادارات ولا اجهزه فنيه ولا لعيبه دريين بالناس. الناس في اسماعيليه بتموت يعني الناس المحبه بجد، مش الناس اللي بتكتب على الفيس وكلام النت وكده هوت. لكن جماهير الاسماعيليه لو حضرتك شفتوا الماتش النهارده يعني كذا حد من الجمهور اغمى عليه في الماتش، مش مصدقين اللي النادي الاسماعيلي لغايه دلوقتي ما كسبش ماتش. هجي لك على المباراه دي ونتكلم عنها تفصيلا، بس لسه هتكلم معاك يعني هتكلم انا على المباراه دي بعد شويه. بس حال الاسماعيلي بالنسبه لمجالس الادارات واللجنه التعاقدات واللجنه الفنيه اللي حضرتك قلت عليهم كلهم بتتحملهم المسؤوليه الكامله طبعا. انا هسال نفسي سؤال، هما مش كل اللي موجودين في اللجان ورئاسه النادي دول اولاد الاسماعيلي اللي بيحبوا الاسماعيلي؟ لا مش كلهم يعني مش كلهم. ممكن رئيس نادي يجيب حد على مزاجه مثلا يعني 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 اللجنه التعاقدات المره اللي فاتت ولا اللجنه الفنيه ما كانش ناس لعبت كوره اصلا وبتجيب لعيبه. لجنه التعاقدات؟ لا طبعا. زي مين؟ لا من غير اسامي يعني مش هكلم يعني اسماء معلنه اقصد؟ لا مش اسماء، ناس ما تعرفهمش يعني جميل ما تعرفهمش؟ طبعا في لجنه التعاقدات وفي كده اهوت يعني النادي الاسماعيلي معلش برضه مش ماشي، لو مش ماشي بالعدل يعني مش ماشي بالكفاءات ماشي مش باهل الخبرات باهل المصالح. نادي الاسماعيلي برضه دخل فيه السماسره يعني النادي الاسماعيلي برضه السماسره اللي المدرب بيجيبه اللي بيجيب لعيب، وده اللي وصلنا دلوقتي اللي احنا بنصارع للهبوط بالامانه بكل امانه. طيب انا همشي معاك واحده واحده، انا بس اكيد في اخطاء وفي كوارث اكيد طبعا. ده طبعا. اللي وصلنا للمرحله دي في الاسماعيلي انه اكيد في كوارث في اتخاذ القرارات يعني انه طبعا. سواء في ضم لاعبين او اجهزه فنيه وخلافه، ما بحمدش طبعا بشخص يعني شخص بعينه، ولكن هي النتيجه اللي بتخلينا نقول كده طبعا. بس مين مش عايز مصلحه الاسماعيلي؟ ده الناس اللي بره الاسماعيلي بيبقوا عايزين مصلحه الاسماعيلي، ده احنا قاعدين دلوقتي عشان بنحب كره الاسماعيلي. هو في النهايه الاسماعيلي وعشان ابقى امين يعني يبقى او يهبط من الدوري زيه زي كل الفرق على مستوى الكوره، لكن احنا يصعب علينا الاسماعيلي التاريخي، الاسماعيلي اللي مليان نجوم. ما ينفعش الاسماعيلي والله كل ما لا انا اقصد هو في النهايه بينافس فرق اخرى والفرق الاخرى من حقها طبعا ده طبيعي وكل عاوز يكسب، لكن النادي الاسماعيلي عمره ما مر بالمستوى دوت، ودي نتائج السنين اللي فاتت والتلاته. ايوه انا بسال حضرتك مين مش عايز مصلحه الاسماعيلي؟ مين؟ انا طب اقول لك حاجه، انا ممكن دلوقتي اخد قرارات غلط بس باخدها وانا بحب الاسماعيلي، يعني انا تصورت ان القرار ده الصح بس يطلع غلط بس وانا بحب الاسماعيلي لو انا مسؤول. يبقى الناس تجيب الكفاءات اللي تمسك النادي الاسماعيلي يعني الكفاءات يعني احنا في حفل تجارب باللعيبه واجهزه ولجنات وكل حاجه. النادي الاسماعيلي نقف بس على رجلينا ونشوف هنعمل ايه، يعني يتقي ربنا سبحانه وتعالى في النادي الاسماعيلي، اللي يمسك النادي الاسماعيلي يتقي في ربنا سبحانه وتعالى. الناس في اسماعيليه زي ما قلت لحضرتك بتموت. النادي الاسماعيلي هل تتخيل النادي الاسماعيلي في الموقف دوت؟ لا ما تتخيلش. ده النادي الاهلي ونادي الزمالك يعني يعني مش عاوز اقول لك زعلانين على النادي الاسماعيلي اللي هم اكبر منافسين ليه. انت جبت 11 لعيب السنه دي، 11 لعيب صفقات في شهر واحد، ما حدش لعب منهم الا لعيب واحد او لاعبين. طب اللعيبه اللي احنا جايبينهم دولت يعني هم اللعيبه اللي بتلعب الماتشات اللي فاتت ديت هم دولت كويسين؟ طب ما كانوا كسبوا. نجرب بقى اللعيبه، نلعب باي حد، نلعب بناشئين لغايه ما الاسماعيلي يقوم على ما انت كده كده بتخسر وكده بتخسر. فلازم الفتره الجايه الناس تقف ورا النادي الاسماعيلي من كله، قيادات محافظ الاسماعيليه. وانت اكتر انت اكتر فريق المفروض تستغل دعم يناير دوت انك تفوق الفرقه، عشان انت قبل يناير كنت الفرقه حاله مش كويس. طبعا كان قبل الفرقه وقدرنا نفرط برضو في محمد صادق وفي شكري نجيب
جبنا 11 لعيب. طب نشوف اللعيبه ديت يا جماعه، يعني اللعيبه ديت ادوا لهم فرصه. اللعيبه اللي بتلعب مش قد المسؤوليه، او بكل ماتش بيلعبوا بيخسرونا. اللاعب اللعيبه مثلا اللي يمكن يكون فيهم حد كويس دوت بس. طب اسالك سؤال، مش يمكن فنان اللاعبين في الملعب بدات تنعدم الثقه عندهم؟ يعني ممكن ما يكونوش مقصرين، بس احساسهم انه كل شويه بيخسر، كل شويه نتائج سلبيه. طبعا انت عندك جميل الاسماعيلي ده ضغط مش مفيش بعده ضغط، فيمكن هو ده اللي مأثر على مستواهم. لا طبعا، هم لعيبه النادي الاسماعيلي ديت بقى لهم كام سنه، والسنه دي ما بيلعبوش قدام جماهير. امال لو بيلعبوا قدام الاستاد دوت ومليان 30,000 متفرج ولا 90,000 متفرج في زي زمان، يعني كانوا عملوا ايه؟ طبعا ما فيش ضغط، ده بيلعبوا من غير جمهور. ما فيش الا 1000 واحد يا عيني النهارده بس بيشجع النادي الاسماعيلي، ووراهم او في كل ماتش 1000 2000 بس بالكتير. لكن ما لعبوش ضد الجماهير اللي حضرتك بتشوفها السنين اللي فاتت خالص يعني. ما اعتقدش اللي هم ممكن يكون امكانياتهم كده، الله اعلم يعني. طيب ما هو ده بقى اللي انا رايح لك ليه. كوره بقى، كوره. انا بتكلم دلوقتي مع نجم كبير كان بيلعب في الاسماعيلي. كوره، ايه المشكله في الفرقه بقى نفسها؟ يعني ايه المشكله في العناصر؟ ايه المشكله في طريقه لعب؟ ايه المشكله في مراكز لاعبين؟ اللاعبين بعينهم شايف ان هم مش بيقدموا مستوى فالمفروض يخرجوا. التفاصيل اللي الجماهير تحب تفهمها. ده حضرتك في، هتكلم على نادي المحله. هل لعيبه المحله مش زي لعيبه الاسماعيلي؟ لكن لعيبه المحله بالامانه اللي احنا شفناهم في الماتشات اللي فاتت رجاله. حتى حته الروح، انت ما عندكش يعني، ما عندكش او مش قادر، الروح بتجيب لك كل حاجه. اللعيبه دي لو عندها روح هتكسب وما تخسرش. لو عندها روح، ده اهم حاجه الروح. اللعيبه ديت اهم حاجه تبذل اقصى مجهود. فلنه النادي الاسماعيلي فلنه كبيره، عيب. يعني 11 ماتش ما تكسبش ولا ماتش، دوت عار على النادي الاسماعيلي بالامانه. لسه مكملين مع الكابتن الكبير كابتن احمد فكر الصغير بعد هذا الفاصل، نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، لسه مشرفني ومنورني النجم الكبير كابتن احمد فكري الصغير نجم النادي الاسماعيلي الاسبق. طيب كابتن احمد، عايز اخدك لجزئيه اخرى. مش يمكن لعيبه نادي الاسماعيلي عندهم مثلا ازمه في المستحقات، ازمه ماليه مش مخلياهم يادوا بشكل كويس، حاسين ان هم اقل من الفرق الثانيه؟ مش ممكن تكون الامور دي وارده؟ لا طبعا يا استاذ كريم، عود النادي الاسماعيلي اللي انا عارفها عود كويسه جدا جدا جدا، لا تقل عن الانديه الكبار باستثناء نادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز. لكن لو بصيت على عقود النادي الاسماعيلي، وممكن يجيبوها لك، عقود النادي الاسماعيلي زي المصري، زي الاتحاد، زي سيراميكا، زي الانديه دي. لكن طبعا ما عندهمش مستحقات، وانا بعتقد ما فيش مستحقات متاخره عن النادي الاسماعيلي، لكن غير القرارات اللي هم المستحقات اللي هي اللي خصموها لسوء النتائج. طبعا الفرقه ما كسبتش وقفل لهم المستحقات دلوقتي اعتقد يعني. لكن اخدين حقوقهم كامله متكامله، عقودها كبيره جدا جدا جدا، عقود اللعيبه كبيره جدا جدا جدا. وانا عارف يعني في لاعبين ما يستحقوش يلعبوا في الاسماعيلي دلوقتي. طبعا في هذه الفتره. طبعا كتير كتير. طبعا. لا قولي عدد. لا كتير. مش عايزك تسمي لو انت مش عايز لو تسمي. لو يعني. لو في لعيبه في النادي الاسماعيلي ده، لو في 10 لاعبين كويسين في النادي الاسماعيلي ما وصلناش للمركز الاخير. يعني ما فيش 10 لاعبين كويسين؟ لا طبعا. لا انا بقول كده، انا وجهه نظري كده اهو. وجهه نظر، لو في 10 لعيبه كويسين، لو في 10 لعيبه كويسين في النادي، 11 لعيب كويس الجون،
هنبقى في وسط الجدول على الاقل. ودكه الاحتياطي تبقى مثلا شويه. طب انت شايف كام لاعب كويس في الاسماعيلي دلوقتي؟ انا دلوقتي ما فيش ولا لاعب في الاسماعيلي كويس، انا بقول كده اهوت بالنتائج. بالنتائج ما اقدرش اقول لاعب، هنقول في 3 4 لعيبه كويسين. متاخدين في الرجلين. ما هو دي كنت لسه اقول لك متاخدين في الرجلين. طب هو ذنبه ايه؟ ما انا كويس يعني، الباقي مش كويس. كويس يبذل مجهود اكتر طبعا. انت حضرتك كابتن كريم عارف اللعيب واحد بيفرق مع فرقه. لعيب واحد بيفرق، بس انا لو انا لعيب لوحدي كويس والفرقه مش كويسه، ما عنديش جهاز فني مستقر، ما انا مش هعرف العب كويس. انا مش هبقى ساحر طبعا. لا هو في لعيبه كويسه، انا بقول كده اهوت ليه؟ بسبب النتائج اللي الاسماعيلي فيها طبعا. مش اخده في كل اللعيبه في بعض. لكن في لعيبه كويسه في النادي الاسماعيلي طبعا. لكن متاخدين في الرجلين بالامانه. انت كنت مع رحيل خوان براون؟ والله انا ما كنتش اصلا يعني، المفروض كان الكابتن طلعت يوسف كان كمل في الاول، وده مدرب مصري وعارف اللعيبه كويسه، وكان هيقدر يجيب لعيبه مصريين، وما كناش هنبقى كده هوت يعني بالامانه. لكن كانوا المفروض يديله برضه فرصه ماتشين ثلاثه، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. وكان بس انا بعتقد اللي كان قاعد ماتشين ثلاثه، لو ما تحسنتش النتيجه كانوا مشوه. كام على خوان براون؟ طبعا. طيب خوان براون قدر يتصدر مجموعته في كاس الرابطه، يعني بدات النتائج تتحسن على الاقل على مستوى كاس الرابطه. اول ما بدا في الدوري خسر مباراه وكانت قدام بيراميدز. وبيراميدز منافس قوي، منافس كبير. مشي. عشان كده سألتك، هل انت كنت مع رحيله في الوقت ده؟ انا ما كنتش مع رحيله، انا كنت يعني كنت برضو من الناس المؤيده ليه، اللي هو يقعد اقل حاجه 3 ماتشات. طب ليه ما يقعدش اخر الموسم؟ بس هو بالامانه كان عنده فرصه ذهبيه. كان عندنا توقف بتاع بطوله افريقيا، وتوقف كاس العرب، وكان عنده الانتقالات الشتويه كلها، وضم لاعبين اللاعبين ديت بقى ما اعرفش بقى على قد المستوى ولا مش على قد المستوى اللي ضمهم. هم ضم تقريبا. طيب ما انت هتحاسبني ازاي هم على قد المستوى ولا مش قد المستوى؟ كان ما هو اخد كاس الرابطه، بس كاس الرابطه برضو اكتريه اللعيبه او المجموعه بتاعتنا كانوا برضو بيلعبوا يعني النادي الاهلي كان بيلعب بالناشئين. كابتن احمد، انا طبعا يعني كابتن حمد ابراهيم مدرب كبير ولسه هجي لك عليه، بس انا مع فكره انه الاسماعيلي محتاج بس مدرب يقعد شويه، مدرب واحد يقعد شويه حتى لو النتائج كانت مهتزه، بس يسيبه يقعد لعل وعسى النتائج. انا كنت بتمنى ان الكابتن طلعت كان يقعد. او الكابتن طلعت طبعا اسم كان كبير. كان كابتن طلعت، لكن حصل مشاكل. اما حصلت مشاكل جابوا مدرب اجنبي، وانا كنت بعتقد اللي هو كانوا جابوا مدرب اسم، والفتره ديت كانت عاوزه مدرب قوي الشخصيه ومدرب في الدوري المصري ومدرب ليه اسم جامد قوي 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 يقدر يمسك النادي الاسماعيلي في الفتره ديت، نخرج بس من الكبوه اللي النادي الاسماعيلي فيها، وبعد كده بقى يجيب اللي يجيبه ان شاء الله، يجيب اي مدرب يجيبه. كابتن حمد ابراهيم رايك ايه؟ والله كابتن حمد مدرب كويس، هو بقى له ماتشان كسبان ماتش ومتعادل ماتش. ما كسبش؟ خسر ماتش ومتعادل الماتش. ماتش الجونه ما تقدرش تحاسب، ما تقدرش، كان يوم. لسه يوم. والماتش دوت طبعا متعادل فيه، ولسه طبعا ما يقدرش الجماهير تحاسبه الا بعد ماتشين ثلاثه من القادم. ايه بقى اللي حصل في ماتش النهارده؟ انا سيبها لك اخر حاجه. الاسماعيلي كسبان 2-0 في الشوط الاول، كلنا واحنا بنتفرج على المباراه ايه ده شكل الاسماعيلي هيكسب، ده شكل الاسماعيلي هياخد اول 3 نقط. فجاه يتحول الامر في الشوط الثاني، سجل مصر المقاصة هدفين ورا بعض، ويجي ضربتين جزاء للاسماعيلي ويضيعوا. شفت المباراه دي ازاي وانت بتتفرج عليها؟ والله اتفرجت عليها، انا كنت سعيد جدا بالشوط الاولاني، وقلنا الاسماعيلي يعني هيرجع، وكانت كل العوامل مساعده النادي الاسماعيلي بالامانه يعني. في الماتش ده كل العوامل مساعده النادي الاسماعيلي، وجات لنا ضربتين جزاء ما قدرناش طبعا، تشتيت من اللعيبه طبعا، من عصام وعبد الرحمن مجدي قدروا يضيعوهم. لكن الشوط الثاني الريتم نزل جامد جدا، وقدروا يجيبوا فينا جونين. بعتقد احنا ضيعنا 3 بونت، وكانوا مهمين جدا 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 في مشوارنا في الدوري. لكن المباراه بالامانه الشوط الثاني سيئه جدا 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 للنادي الاسماعيلي.
يعني مباراه الشوط الاولاني كنا كويسين وكنا رايحين، لكن الشوط الثاني ما تتحسبش خالص للنادي الاسماعيلي خالص، كانت المقصه افضل بتغييرات المقصه برضو، عملوا تغيير تامر مصطفى عمل تغييرين كويسين جدا، كان خسران بين الشوطين قدروا يصنعوا الفارق في النادي الاسماعيلي، كان النادي الاسماعيلي محتاج حد في نص الملعب ديفندر، انت كسبان اتنين مش عاوز حاجه من 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 الماتش، بل تزود في التالت عشان تستريح، قدر المقصه بالتغييرين يفوق علينا في الشوط التاني. هسألك سؤال صعب شويه، صعب جدا يعني، وانا ما كنتش نفسي اساله يعني. الاسماعيلي هيقدر يعدي الكبوه دي؟ هيقدر يعدي المشكله دي ولا ممكن اخر الموسم يبقى فيه خبر حزين؟ لا طبعا انا يعني السؤال دوت والله انا مش حزين جدا يا استاذ كريم اللي انت بتسالهوني، بس النادي الاسماعيلي هيقعد ان شاء الله. السؤال حزين فعلا حزين جدا يعني جدا يعني جه اليوم يعني جه اليوم يعني جه اليوم اللي النادي الناس تقول عن النادي الاسماعيلي كده هو ودوت، انا بقول لحضرتك يعني النادي الاسماعيليه كلها او مصر كلها في كابوس. النادي الاسماعيلي من المركز الاول للثالث لبطولة افريقيا، اول بطولة افريقيا تخش مصر النادي الاسماعيلي، بقى الناس بتقول عليه دلوقتي هيهبط ولا مش هيهبط، فده عار تماما بالامانه. فلازم الناس كلها تفوق تفوق وتعمل لمصلحه النادي الاسماعيلي، ناس تفوق في الاسماعيليه كلها، ما تبصش بقى كل واحد ما يبصش لمصلحته، يبصوا للنادي والاسماعيليه. لكن ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله لو قدرنا نكسب ماتش باذن الله ربنا يكرمنا ونبارى النادي الاسماعيلي ويكسب ماتش يعدي، والمكسب بيجيب مكسب يعني، بس ان شاء الله باذن الله النادي الاسماعيلي قاعد في الدوري الممتاز يعني. انا زعلان جدا والله اللي احنا بنتكلم في النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي يا جماعه نادي كبير جدا جدا جدا، وما ينفعش الكوره بالامانه في مصر من غير النادي الاسماعيلي بالامانه. صحيح كابتن احمد، شرفتني ونورتني، كنت سعيد جدا بتواجدك معايا النهارده حقيقي. انا سعيد جدا، نفسي تبقى اللقاءات اللي جايه في وضع افضل، تبقى اكثر هدوءا وسعاده بحل الاسماعيلي بدل ما تبقى انت حزين كده بوتاز التاثير. باذن الله يا استاذ كريم، ومتشكر جدا أنا جدا بشكرك جدا وسعيد بلقاء حضرتك. انا بشكرك، شكرا جزيلا. حل الاسماعيلي ما يرضيش حد، حل الاسماعيلي يزعل، وزي ما بقول وبكرر تاني والف، الاسماعيلي بالنسبه لنا زيه زي اي فريق في الدوري، لو صعبان علينا الاسماعيلي او متضايقين الاسماعيلي فاحنا متضايقين على الاسم الكبير المشرف في تاريخ الكره المصريه. هذا الوضع اكيد مش وضع صحيح، مكانته في الدوري مش مكانه طبيعيه، مش مكانه منطقيه. نحترم الاسماعيلي ونحب الاسماعيلي بحكم تاريخه الكبير، ونحترم الاسماعيلي ونحب الاسماعيلي بحكم الجماهيريه العظيمه للنادي الاسماعيلي والجمهور العاشق للاعب الدراويش الاسماعيلي، لاعب الدراويش اللي غاب بقاله شهور، مش عايز اقول بقاله سنين عشان هو فعليا بقاله سنين. اشوفكم يا رب على ألف خير.